أهلاً هاري بوتر. أهلاً جزيلاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا جماعة. معاكم أخوكم نواف سويد والأخ علي سلمان، والأخ اللي قاعد هناك محمد السلمان. ما نبي اليوم لأن أغثنا. هذا الفيديو الثالث لكم عشان تصيروا مشهورين، وأول فيديو نصور فيه بالستوديو الجديد. فالأخ يبي يسوي ريفيو على عدة كفرات مثل ما أنتم شايفين هذه الكفرات. أيوة بالضبط، سوها مرة ثانية، سوي شيء. أيوة شيء مرة ثانية. هذه الكفرات اللي راح نسوي عليها ريفيو مع كفرات الإيربودز وكيبل جديد شحن، كيبل شحن. فخلكم معنا ونشوف الريفيو. الأخ هو اللي راح يسوي ريفيو على الكفرات. الأخ شو راح يسوي؟ ريفيو على الكفرات. حلو، ريفيو كفر مرة ثانية. يلا تفضل. اول كفر راح نتكلم عنه شنو كفرك؟ كفر اللي دفيتنا فيه. تفضل. كفر الشاحن. كفر هو يشحن التليفون، اذا حطيت التليفون راح يشحنه من الشاحن اللي حطينا داخل. في مني باور بانك ولازم تحطون كل يوم لازم تخلونه على الشحن علشان يصير فيه 100% ويشحن معاكم طول اليوم. حلو، فهذه عشان بالسيارة ما يسقط تليفونك، وعشان أهلكم يدقون عليك. طالع هني مو هني طالع. المهم هذا كفر بطارية من أبل. هذا شو يسوي؟ قلت لي شنو في داخل هني؟ بطارية شحن. لا مساع شنو قلت؟ بطارية. لا قلت شنو؟ باور. شنو؟ باور بانك. باور بانك. يا سلام عليك، ما عرفتك. المهم تركبه كذي ويشحن. حلو. فهذا كفر البطارية. الميزة اللي فيه انه ما يطفي معكم التليفون. انه ما يطفي. ما يطفي. طبعا ميزة البطارية هذه يا جماعة انها هي تزيد لك ساعة الاستخدام. طبعا عند الاخ البطارية والتليفون عمرهم ما كانوا مشغولين. شوف كله طافي. البطارية فاضية والتليفون طافي. مستحيل. التليفون انا قافلة. جيل تيك توك مستحيل. جيل تيك. المهم. فالمفروض ان هذه تعطيك عمر. المفروض انت تطول معك كم؟ 3 دقائق. اوكي، هذا الحين خله على جنب. فهذا تكلمت عنه من قبل، تقدرون تدشون تشوفون الريفيو ماله. فهذا الحين خلصنا منه. شوف الكفر الثاني. انت الحين تكلم عنه. انا اتكلم عنه؟ انت ما تبي تتكلم عنه؟ انت بعدين. لانك ما تعرف. لا وبعدين انا. وبعدين انت يعني انا اقول انت ايش تبي تقول من وراي. يلا يلا ان شاء الله. هذا الكفر من ايفو تك، كفر حق الايفونات سواء كان الايفون 10R، الايفون 10S والايفون 10S ماكس. راح يكون في هذا من مو مخمل، شو يسمونه، خام. وهني من المطاطو البلاستيك المقوى يسمونه. الكفر هذا الحلو فيه انه قوي. شوف وايد قوي، مو ما ينكسر بس يعني قوي، ويعطيك حمايه ويحميك يحمي الجهاز. ما يصير يحميك انت، يحمي الجهاز. لو تلاحظ شوف معي هني بالزاويه، شوفوا لاحظوا معي يا جماعه بالزاويه، راح تلاقي فيه فراغات من داخل. هذه الفراغات تمتص الصدمات لما يطيح منك التليفون على الاطراف. تعرف يعني شنو يمتص الصدمات؟ شنو يعني؟ يعني ما ينكسر. يعني مو ما ينكسر، يمتص الصدمة. قاعد أذكر أشياء والله. امتصاص الماء، امتصاص لا هو مو حصة علوم. إيه أدري أنا قاعد. امتصاص الماء هو هذا يمتص الصدمات. يمتص الصدمات. يعني إذا طاح كذي ما ينكسر. لا يمتص الصدمة. شلون؟ المهم فهذه الفتحات تمتص الصدمات من على الاطراف فيحمي لك الجهاز ما ينكسر. حلو. الشغله الثانيه انه مسكر من كل مكان. شنو يعني مسكر من كل مكان؟ يعني شوف مو مفتوح من تحت، من هني مسكر. شو قلت لك انا؟ مو قلت لك اذا تكلم راح نسكر الفيديو؟ انا قلت لك اذا تكلم راح نسكر فيديو ما راح نصور. لا قلت لك ما قلت له
اخوك تكلم راح اوقف التصوير. كلمة ثانية راح نوقف كلمة. اوكي؟ اوكي. نكمل. نكمل. مو فاضي لكم انا. اوكي. يلا. الحين هذا الحين هذا هذا ما خلصنا من هذا. يلا قل. وين وصلنا؟ انه مسكر بكل مكان. حلو تذكر برافو برافو مسكر بكل مكان فمعناته يحملك الجهاز من كل مكان. كامل. ايه. كل مكان. حلو؟ وهي ثلاث الوان. اسود احمر ازرق ازرق لونه مثل ما احنا شايفين وايد حلو عدل عجيب عدل شوف الحين الكفر الثالث الكفر الثالث عندنا من اي شركه اسمها اتر بوكس اتر بوكس ميزه هالكفر ايه حطه كذي ايه ايوه ميزه هالكفر ميزه هالكفر ان تقدر تغير المسكات ايه هو منه وفيه المسكه راكبه فيه تقدر تغير المسكات تقدر تغير المسكات مسكات هذا البوب سوكت سولف سولف معاهم على ما نطلع المهم ايه المهم ميزة هالكفر انك إيه؟ كل ساعة تقدر يعني كل يوم تقدر تغير المسكة مالته عندنا الحين هالمسكة السوداء نقدر نشيلها كذي بأي سهولة لا 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 كذي تكسرها شوف زي كذي تنشال بعدين تحط هذا هني الثانيه تحط كذي ودزه بس شوف وهم ما يطيح يعني ما يطيح وبعد مسكر من كل مكان مسكر من كل مكان نفس الثاني يحمي لك الجهاز من كل الاطراف عدل عدل يحمي من شنو من الصدمات شلون الصدمات الصدمات ايه يحمي من الصدمات لا هذا ما هذا ما يسوي له بس يحمي لك اياه اوكي اوكي حلوين حلوين يا اولاد عندنا ثالث كفر ولا كم ثالث هذا رابع واحد رابع واحد بقى إيه؟ بعد رابع واحد هذا هذا شنو هذه ميزته لا هذا شنو اسمه كفر كفر ال يو اي جي هذا اسمه مون ارك مون ارك الحين راح نتكلم عن هذا الكفر الرابع شنو اسمه مون ارك مون ارك اي من يو اي جي يو اي جي هذا من اقوى الكفرات عدل من اقوى الكفرات ايه؟ الموجودين حق الايفون ها اوكي ميزه هالكفر ان في خمس حمايات اخس ايش درك خمس طبقات حماية خمس طبقات حماية مم. وما ينكسر لو شنو يصير لو تقطه لا لا حبيبي هذا تليفوني مو علشان تليفوني تقعد تقطه انت حضرتك تليفوني بابا سبسكرايب يا جماعة تليفوني ايه شوف حبيبي خليك معاي لا بلا ضحك خليك معاي خلينا نخلص التصوير يلا هذا من خمس طبقات حماية ها حط تليفوني الحين لا يكسر شوف خليك معي ركز معي ركز معي بابا ركز وياي بابا ركز وياي ركز ركز وياي شوف قوي شوف ما ينطعج ما ينعوج ليش لأن هذا ميتل ومن داخل هني يجيب نوعين شنو النوعين اللي فيهم جلد في نوع ثاني كاربون فايبر حلو أوكي بعدين شوف البراغي هذه عشان تحميلك وتمسك لك اياهم من داخل في خمس طبقات حمايه نفس الشيء على الاجناب ما راح تلقى فيه فتحات بس راح يكون متفوخ من هني ومن هني شوف متفوخ اي شوف شلون هني زياده متفوخ من هني على الاطراف هذيل ايش حقه حق الحمايه لا شو يسوي يمتص الصدمات ايوه بالضبط هذا عشان يمتص الصدمات حلوين حلو. حلوين في منه أنواع تي ثانية نفس هذا النوع اسمه بلازما بس هذا ثلاث طبقات حماية شوف هذه نفس المادة هذه يعني نفس الشيء مصنوع منه نفس الشيء من نفس المادة وهم هني هذا بارز عشان يحمي بس هذا شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه بداخل وهذا خمسة خمس طبقات حماية وهذا ثلاثة وهم خفيف وزنه خفيف. خفيف لا يغركم الشكل يا جماعة
والله شكله يعني جحفل بس وايد خفيف. اوكي اوكي قول اوكي اوكي اوكي. الحين خلصنا من الكفرات، شنو بعد في عندنا؟ عندنا هذين ملوت الايربودز، هذه ايربودز 2 وهذه ايربودز 1 او ايربودز 2 اللي يكون من داخل الشحن مو من برا. اوكي فهذا الكفر كيس حمايه شفاف ينور بالظلام. طبعا هو ناطر بس يقول هذه انه ينور بالظلام يشب الليل. يلا الميزه انه يشب بالليل، مثلا انت قاعد بالغرفه ومسكر الليتات هذا راح ينور حلو، فممكن تلقاها حتى لو ضاعت منك هذا تقدر تشوفه. تقدر تشوفه، هذه ميزه حلوه صح؟ عجيب. ويعطيك حمايه حق شنو؟ حق الكيس انه ما يتزلق او يصير فيه شيء، وفي هذه العلاقه تحطها بالمفتاح بالجنزي حركاتكم هذه دي تيك توك. هذا الكيس الثاني من إيلاغو، هذا اثنين من شركه شنو؟ إيلاغو. هذا الكيس اي كذي اثنين، هذا حق ايربودز 2 يكون فيه اللي من برا حق الشحن الوايرلس، يكون الليت يشب من برا، فيه هم المسكه نفس هذه ويجيب الوان مختلفه. هذا اي لون؟ هذا اللون الوردي. هذا مو وردي، مشمشي. هذا مشمشي، تعرف شنو يعني مشمشي؟ ايه بس لون مشمشي. سلام كفو عليك. في بعد الوان ثانيه وايد هني طالع، ليش قاعد طالع طالع؟ في منه بعد الوان كثيره، احمر اسود ازرق وايد الوان. اوكي اخر شيء عندنا شنو؟ كيبل الشحن هذا الجديد من نيتيف يونيون. شوف شكله يسمونه الزيبرا. الزيبرا ليش؟ لانه نفس لون الحمار الوحشي. هذا يو اس بي سي ولايتنينج. شنو يعني؟ يلا قول توثق صح. يو اس بي سي هذا انت على كلامك انه يشحن على طول بدون ما احط على الكهرباء. شلون يشحن على طول؟ اشتراني لان شلون بتحطه بالكهرباء وما في مكان عشان احط على الكهرباء يعني. هذا يركب على الكهرباء، في بلاك يركب هني تركب الكهرباء. بس شلون انت بتشحنه بدون ما تركب على الكهرباء؟ بالي ميس من داخل في كهرباء. وين وين يعني تكون؟ ما ادري ما تدري يمكن من داخل. لا لا ابل الذكيين عادي. لا لا لحظه فسر لي وضح لي شلون يعني الحين انت قصدك اذا سويت كذي يشحن؟ انا قصدي اذا سويت كذي وحطيت التليفون الثاني على سامسونج راح يشحن مع بعض. اذا حطيت هذا على سامسونج اي اي هذا ممكن اذا في تليفونات تشحن. بس انت قلت لي يشحن بروحه كذي صح؟ شلون يشحن بروحه؟ اي بروحه مع التليفون الثاني يعني؟ لا بروحه مع يشحن التليفون ثاني. اي يا إيه؟ تليفون ثاني يا كهرباء. اي اي اوكي هذا طبعا اللي ما ينكسر. اي تليفوني تبي ازنطك بالحبل الحين؟ ها؟ ترى من قوته انك تقدر تزنط فيه. يلا يلا شوف والله جد ترى قوي. شوف قاعد نسحبه وما صار في شيء. المهم اسحبه يلا شوف. يلا اسحب 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 حيل ايوه. شوف هذه واحده من مميزاته انه قوي فيتحمل معاك هني. شوف حتى هذا لما تقعد تعويد كذي يتحمل معاك، فمو نفس الكيبل مال ابل الخايس اللي ينقطع بسرعه. شوف يتحمل تقريبا ل 10000 مره، تسوي كذي ما يصير في شيء، ما يصير شيء ما يصير شيء. شفت بعد مو بدروسك عاد مو بدروسك. فهني حق اجهزه الايفون. المهم خلينا نخلص من هالكيبل. الكيبل هذا يو اس بي سي ولايتنينج، فهذا يركب على الايفون وهذا تركبه بالكهرباء او تركبه على جهاز سامسونج تشحن منه بس كهرباء تركبه. هذا يعطيك شحن اسرع فيشحن التليفون اسرع. اوكي اوكي فهذا الكيبل من شركه نيتيف يونيون، شكله حلو ويجي منه اطوال مختلفه. هذا طوله تقريبا متر في مترين في 3 متر، في انواع ثانيه بس حق اللي يبي يكون شحن بسرعه او سريع عنده هذا كيبل من شركه نيتيف يونيون. سريع وحلو، سريع شكله حلو. شكله حلو يمشي مع الكفر هذا. شوف شكله حلو كذي عدل. بس هذا اللي عندنا اليوم. شوف ان شاء الله بعدين وبس طال عمركم هذا اللي عندنا اليوم. نتمنى تكون ريفيوات على الكفرات هذه او استعراض الكفرات عجبكم. ان شاء الله تقدرون تختارون واحد ما تاذوني نفس الاخ. تفضل سلم عليهم.
شكرا، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وطق الجرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد مع الزير. شكرا، باي. لا زين، انا تذكرت باي خلاص يعني، بس قلت باي خلاص. لا خلاص باي، يعني مصر ان انت خلاص يعني ما تكلم. ها ما تبي احط اكاونتك؟ انا متاكد. ما تبي احط اكاونتك؟ ماشي، ما اكاونتك مال انستغرام عشان تصير مشهور. اوكي ليش لا؟ ولا تبي مال تيك توك؟ مال تيك توك اكيد. اكيد مال تيك توك. للاسف للاسف. شو الفرق؟ جيب تيك توك. شو الفرق؟ للاسف. شو الفرق؟ اذا بس سووا له فولو اذا تبون. الفرق قول لهم، قول لهم سووا لي فولو. سووا لي فولو وابي لايكات وايد. بعد يبي لايكات. للاسف للاسف. فما لا يا جماعه، انا بس خلاص انا ما راح احط اكونتاتي، حطوا اكونتات الاخ هذا. هذا عمل ما ينكسر؟ ما ينكسر، راح اكسر راسك يا بنانا. راح اكسر راسك. يلا باي باي.